السلام عليكم، محمد العجوطي، محامي متمرين بهيئة الدار البيضاء. أنا موثق عام لمبادرة 55، وهي مبادرة كتهدف الاحتفال بالذكرى 55 لميلاد صاحب الجلالة نصره الله وإياده. منين جاتنا هذه الفكرة؟ جاتنا هذه الفكرة من بأن كنت شفت واحد الكونسير ديال الملكة ديال بريطانيا اللي كيتسمى لا تراديسيون ديال الجوبيلي ولا التقليد ديال اليوبيل الفضي والذهبي، واللي كيعرف مشاركة ديال الفنانين، واحد الحفل الفني كبير اللي كيتم كل 5 سنوات في بريطانيا. وجاتنا الفكرة بأننا حتى احنا نستلهموا من هذه الفكرة ونديروا واحد الحدث اللي هو كبير، باش نشكروا سيدنا على المجهودات اللي كيديرها في البلاد، على التدشينات اللي كيدير. واحد العمل اللي كيبان هو سهل، ولكن واحد العمل اللي هو ايبويزون فيزيكمون بسيكمون، بانك توقف على التدشينات وترجع للمشاريع وتفيريفي بانهم داروا، وعاوتاني ترجع وتحاسب الناس المسؤولين. واحد المسؤوليه اللي صعيبه، وبغينا نديروا هذا الحفل وهذا لوجيز باش نشكروا سيدنا على هذه المجهودات، وباش نعطيه لا موتيفاسيون باش يكمل، ونقول ليه بان كاين مجموعه من الشباب اللي تقدر تعول عليهم في هذه البلاد. بالنسبه للمبادره، المبادره هي في الاول كانت عباره فقط عن حفل فني ضخم غنديروه في ملعب محمد الخامس، ولكن بعد التشاور مع فريق ديال العمل قررنا بان هذه المبادره خصها تستمر على طول السنه، ويكونوا فيها مجموعه من الاشياء، منها يكون لونسمون دي كومباني دو كومونيكاسيون سور لي ميديا، يعني دي فيديو سور لي ريزو سوسيو، ويكون فيها واحد لونسمون ديال الفيديو بمناسبه الذكرى، واحد الذكرى 55 ميلاد صاحب الجلاله نصره الله وإيده لو 21 اوت، هو رساله من الشعب المغربي لصاحب الجلاله. ويكون عندنا 55 شاب وشابه اللي غنأسوسيوهم لهذا ليفينمون، واللي المبادرات ديالهم غنعرضوهم لا على لي باج فيسبوك، لا غنديروا لهم واحد الفيديو وغنديروا لهم واحد الكتاب اللي هي نص كاع هاد المبادرات، لان كاين مجموعه من الشباب في المغرب اللي كيداروا مبادرات ايجابيه، ولكن ما كيتسلطش عليهم الضوء بكفايه باش نعرفوهم. لذلك خص هاد الشباب باش نعطيهم واحد الموتيفاسيون وباش نشجعوهم باش يكملوا، بغينا نعرفوا بهم وبغينا ناسوسيو هاد الخمسه او نشاركوا هاد 55 شاب وشابه مع العيد ميلاد ديال صاحب الجلاله، باش نعطيو واحد المعنى، معنى ديال التلاحم ما بين الشعب والمواطنين. إذن هنجمع كذلك هذه المبادرة، هتجمع مجموعة من الأطوار في المغرب اللي بداوا من الصفر ووصلوا باش يحطوا الناس، ويديروا جولة في المدارس والإعداديات والثانويات باش يحطوا الناس ويعودوا لهم كيفاش بداوا الدراسة ديالهم، كيفاش المسار ديالهم كان صعيب باش يوصلوا، لان الان في وسائل التواصل الاجتماعي ولينا كنشوفوا بزاف ديال الفيديوهات السلبيه. وهادشي اللي جا في الخطاب ديال سيدنا الله ينصره هو انه خصنا نديروا مزيد من الايجابيه باش نعطيو للشباب الامل باش يزيدوا القدام وباش يديروا مبادرات ايجابيه حتى هما ويعاونوا في البلاد. وهنختموا هادشي كامل بواحد الحفل فني اللي هيجسد التلاحم ما بين الملك والمواطنين، ونجمعوا فيه كاع الجمعيات الشركه. احنا باش تنضموا لهذه المبادره ادخلوا على لو سيت ويب www.55th.ma، وحنا ما كرهناش كاع الشباب ينخرطوا، كاين واحد المكان مخصص للمتطوعين لي فولونتير اللي يقدروا يعاونونا. كذلك ما كرهناش كاع الفنانات هما ينضموا لهذه المبادره لانه مهمه، وكذلك مجموعه من الشركات الوطنيه اللي تقدر تدعم هذه المبادره على طول السنه. بالنسبة لهذه الاحتفالات احنا بغينا نبت واحد الخطاب اللي هو ايجابي، اللي نقولوا فيه بان كاين الشباب في المغرب كيداوم مبادرات زوينة واستحقوا تسلط عليهم. دونك كنتمنوا من الشباب كاملين يدخلوا معنا لهذه المبادرة ويتطوعوا معنا، احنا مفتوح للجميع وما يمكنش نخدموا بوحدنا. إذن كاين لو سيت ديالنا www.55th.ma اللي يقدروا يتقيدوا فيه ويكونوا متطوعين، أو يقدروا كذلك يصيفطوا لنا المبادرات ديالهم على الصفحة ديال الفيسبوك باش نعرفوا بها، وعلى لاشين يوتيوب ديالنا، وعندنا عاود كذلك على الكونت انستغرام. حنا هنتصلوا مستعدين، أي واحد اللي
اللي انخرط معنا هنتصلوا به باش نتعاونوا جميع في هذه المبادره اللي هي كتجسد التلاحم ما بين الشباب وجلاله الملك نصر الله، وكذلك حتى الفنانه مدعوين باش ينضموا لينا لهذه المبادره، والشركات الوطنيه اللي كيهمها الدعم مثل هذه المبادرات واللي غنكونوا مستمرين كذلك الا كانت بجانبنا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطو على الجرس باش يوصلكم جديد.